السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وبغيتك تدعي لي شويه مع ماما، راها ما بقاتش كتسمع مزيان، واخا هكاك راها بحالي ولات كتقنط شويه، كتقنط بزاف كثر ملي ما كتسمعش الاذان. صافي كيبقى فيها الحال، كتقول لك واخا كان ندير اكثر من جهدي باش نسمع ولكني ما كتسمعش. داك الشيء علاش بغيتك تدعي معها، عافاك عمي كوريبان، حيت الدعاء ديالك مستجاب الحمد لله والشكر لله، ودعي مع جميع المسلمين عامه. اما الوالده قول لها تسمع الاذان، واذا تعذر عليها غدير واحد الكيت واذن مسجل في التليفون وديرو في ودنها، او شي واحد يود لها في الاذن، يجي حدا ودنها ودي ودن الله اكبر الله اكبر الله، وتسمع الاذان بقوه. راه الاذان تفتح له الاذان ديال الله تعالى، الاذان بالصلاه تفتح له الاذان اللي هي مريضه وربي يفتح بها القلوب. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.